وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة شيخة بطي، مشرفة مراكز مدينة شباب 2030. مساء الخير أستاذة شيخة، ولو تحدثينا أكثر عن أهمية مثل هذه البرامج في رفع مستوى وعي الشباب في الحياة السياسية وبما يدمجهم في مسارات الحياة العامة والعمل الوطني المسؤول. مساء النور. نعم، طبعا تم إطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج بعام 2018 بتنظيم مشترك ما بين المجلس الأعلى للمرأة وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق العمل التنفيذي. طبعا تتلخص فكرة البرنامج في أن احنا نهيئ الشباب ونعرفهم بحقوقهم الانتخابية استعدادا لموسم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة 2022. طبعا نسعى من خلال هذا البرنامج احنا ان نرفع مستوى وعي الشباب باصول العمل البرلماني والبلدي، ونعزز مفهوم المسؤولية والشراكة والانتماء الوطني ونرسخ قيم المواطنة الدارجة تحت برنامج بحريننا. طبعا من خلال هذا البرنامج في كثير من الورش اللي تهتم وتهدف الى تعريف الشباب المشارك بدور مجلس النواب، اللجان العاملة فيه، مشاركة المرأة السياسية ومواقع صنع القرار. طبعا كذلك جزء من الورش هو تعريفهم بشروط العملية الانتخابية ومخالفاتها، بالإضافة إلى ما هي خطوات الإعلان للترشح والإعداد للبرامج الانتخابية. طبعا كل هذه البرامج والورش والمحاضرات تم تقديمها بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات ذات الاختصاص في المملكة. نعم. مثل هيئة التشريع والرأي القانوني، مجلس النواب، أحد التنمية السياسي، ولجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة. نعم أستاذ الشيخ، طيب لو تحدثنا أيضا عن البرامج المستقبلية في هذا الصدد، ما هي برامجكم المستقبلية؟ طبعا حاليا راح يتم فتح باب الترشح للشباب المشارك في هذا البرنامج والذي قام بحضور هذه الورشات للانتخاب بمدينة الشباب 2030. حاليا بدأ المشاركين بالدعاية الانتخابية لبرامجهم، وراح يتم فتح باب التصويت لاختيارهم والإعلان عنهم، وراح يتم عمل جلسة انتخابية للشباب. كذلك جزء من البرامج المستقبلية التي تحرص الوزارة على تقديمها هي البرامج التي تعمل على بناء المهارات والقدرات الشبابية في هذا المجال القيادي والعملية السياسية، سواء من خلال المؤتمرات، الورش، المحاضرات، وكذلك مشاركة الوفود والشباب داخل وخارج مملكة البحرين. نعم، أستاذة شيخة بطي، مشرفة مراكز مدينة شباب 2030، شكرا جزيلا.